نشرة إخبارية تأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان استقبال 3,098,000 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة فايزر مساء أمس السبت بمطار القاهرة الدولي. وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن تلك الشحنة قادمة إلى مصر عن طريق آلية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة. من جانبه أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن لقاح فايزر حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً، لافتا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية. أكد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة أن أعراض الإصابات بمتحور أوميكرون هي ذاتها أعراض المتحور دلتا، وأضاف أن بعض الدراسات تشير إلى أن قدرته على الانتشار أسرع والتخوف يكمن في تأثيره على المناعة دون التعرف عليها فيما يعرف بالتهرب المناعي. وحذر الدكتور أمجد الحداد من أن هناك احتمالية من أن المتحور الجديد أوميكرون سيكون له القدرة على الانتشار الكبير بين الشباب والأطفال، وأشار أن سبب ذلك المتحور هو ضعف وتيرة اللقاحات في بعض الدول، مشيرا إلى أن العالم دولة واحدة في حالات الوباء وأي متحورات تؤثر على جميع الدول. وإلى أخبار الطقس، حيث تشهد الأحوال الجوية خلال طقس غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء، يصاحبها شوائب عالقة نهارا وشبورة مائية كثيفة على الطرق صباحا. وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس غدا يكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلون للحرارة على السواحل الشمالية نهارا، خلال ساعات الليل يكون الطقس غدا مائل للبرودة على جميع الأنحاء. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية خلال الطقس غدا من الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب بالانضمام لورشة العمل المقدمة من نهضة مصر وبنك المعرفة المصري للتعرف على مفهوم التعليم الحديث والأدوار الجديدة للمعلم والطالب في ظل التعليم الحديث بداية من مساء يوم الأحد. تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات حتى الآن خلال تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، والتي انطلقت في 13 من سبتمبر الماضي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. وإلى الشأن السوداني، حيث أعلنت مصادر محلية في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأحد ارتفاع عدد ضحايا الجيش السوداني خلال المعارك التي اندلعت أمس السبت مع القوات الإثيوبية على الحدود إلى أكثر من 20 قتيلا. يأتي ذلك فيما نشرت صحيفة القوات المسلحة لسان حال الجيش السوداني أن الجيش فقد 6 شهداء خلال المعارك، ليرتفع عدد ضحاياه في منطقة الفشكة إلى 90 قتيلا منذ بداية النزاع في نوفمبر 2020. وكان الجيش السوداني أكد في بيان يوم أمس السبت مقتل عدد من عناصره بعد تعرض قواته المتواجدة في الفشكة الصغرى لاعتداء وهجوم من مجموعات الجيش والميليشيات الإثيوبية، مشيرا إلى أن قواته تصدت للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. وقال رئيس لجنة متضرري منطقة الفشكة الرشيد عبد القادر إن المعارك وقعت قرب منطقة برقة نورين شرق الفشكة الصغرى، حيث تقيم الميليشيات الإثيوبية معسكرا ضخما وقوامة نحو 4000 جندي. ونختم بأسعار الذهب، حيث سجل سعر الذهب عيار 18676 جنيها
كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 786 جنيها، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 602 جنيها. ويتراوح متوسط سعر مصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب. وإلى هنا انتهت نشرة الأخبار، شكرا لكم وإلى اللقاء.